الحالات. ليش؟ الحكومة العراقية للأسف تتلاعب بعامل الوقت، عندما هددت الجماهير بأنه سوف تقتحم المنطقة الخضراء أعلنت قبل 3 أسابيع أنها سوف تفتح المنطقة لسحب البساط من تحت أقدام الجماهير. اليوم هي تعتقد أنه بعد أسابيع هذه المظاهرات سوف تنتهي، ولذلك هي تضع جدول بهذا الاتجاه. هذا ماذا يكشف؟ يكشف أنه جزيرة القراصنة يجب أن تبقى محمية. هكذا ينظر العراقيين للأسف إلى المنطقة الخضراء، بأن جزيرة قراصنة القرصان يحتمي بها عندما يلوذ بها عندما يطارد في البحار. لذلك هذا خطأ استراتيجي وتكتيكي لنقل الهم العراقي كله من قضية قضايا الشائكة إلى قضية فتح المنطقة الخضراء من عدمه. فتح المنطقة الخضراء للمواطنين فيها جوانب كثيرة. الجانب الأول هو نعم قد تكون المنطقة الخضراء هي معوق عندما يريد المواطن يتحرك من جانب إلى جانب عبر المنطقة الخضراء، والأمر الآخر هو جانب نفسي أنه هذه منطقة يتصورها البعض أنها منطقة محصنة للمسؤولين فقط والمواطن بعيد عنها، وبالتالي خلقت جانب نفسي غير إيجابي لدى المواطن. فنحن الآن في دائرة الإصلاحات وهناك مناخات إصلاحية طيبة، يفترض أن فعلا يعني كل ما يتمناه المواطن والمتظاهر بشكل خاص وممكن تطبيق على المستوى العملي، فالحكومة جادة في هذا الجانب، وأظن هو جانب إيجابي وما يوجد فيه أي ضرر يلحق بهذه المنطقة. لا ترفع كل الحواجز في منطقة خضراء، بل هناك إعادة تنظيم لوضع حواجز وتسهيل الأمور المرور في بغداد. هذا هو الخطة الأساسية وليس رفع الحواجز بشكل كامل من منطقة خضراء. ما واضح شيء من هذا. ما واضح شيء. ما علمه يعني.